Ulysse FM, صوت صوتك. بالنسبة لمكافحة الإرهاب، الوزارة ومعها وزارات أخرى ترصدت لها اعتمادات هامة من الحكومة، سواء في برامج خاصة استثنائية اللي باش تمتد على كامل 6 أشهر هذا وحتى للصيفة، منهم برنامج نحن الشباب حماية الحماية اللي باش يكون فيه تظاهرات رياضية كبرى وتظاهرات شبابية كبرى وندوات فكرية، وباش يكون هو عامل للتفاعل مع الشباب والحوارات اللي كما باش نعملوها بعد قليل في رمادة مع الشباب ومن بعد في ذهيبة والاستماع لهم لمشاغلهم. وأيضا عندنا البرنامج الهام اللي هو بين وزارة الشباب والرياضة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، اللي هو المؤتمر الوطني حول الشباب إن شاء الله باش ينطلق في 14 مايو 2016، واللي باش يكون فيه ورشات عمل يشاركوا فيها الشباب مع الخبراء لوضع استراتيجية الدولة حول الشباب، وهو أيضا وضع هام. أنا نعتبر أنه كل مليم يصرف في الشباب، في الثقافة، في الرياضة، هو الخط الثاني للدفاع بعد المنظومة العسكرية طبعا، اللي هو خط الدفاع المدني. مهم جدا أن نحصن شبابنا من خلال توفير الفضائيات الرياضية، توفير الفضائيات الشبابية، توفير التظاهرات الكبرى، توفير التأطير الاجتماعي والنفسي والثقافي. طبعا هناك آليات أخرى مثل بطاقة الشاب لتحفيز الشاب على التي دور الشباب مؤسسات شبابية. يكون عندنا أيضا مؤتمر وطني حول واقع دور الشباب وأفاقها في القريب العاجل إن شاء الله بعد المؤتمر الوطني حول الشباب. Ulysse FM, صوت صوتك.